وزارة الداخلية النهاردة أطلقت نشرة أمنية على الإذاعات، على الإذاعة المصرية. النشرة دي هيكون فيها أبرز جهود الوزارة في مختلف القضايا، عرض الحالة المرورية على مدار اليوم، وكتير من التفاصيل والأمور اللي هنحاول نفهمها ونعرفها من الإعلامي القدير أستاذ محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية. مساء الخير يا أستاذ محمد، مرحب بحضرتك. أهلا بحضرتك، مساء النور. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. الحمد لله أستاذ محمد. أستاذ محمد، يعني الفكرة نفسها نشرة أمنية على الإذاعة المصرية، كلمنا عن المحتوى أكتر لو تفضلت وأهمية ده. لا، قبل ما أكلم حضرتك عن المحتوى، هو بلا شك إدراك متنامي من معالي وزير الداخلية بأهمية الإعلام المسموع بالتحديد. أيوه طبعا. وأهمية الإذاعة المصرية اللي بتتكون من 8 شبكات بتغطي الجمهورية، يعني كل أنحاء الجمهورية بتغطيها الإذاعة المصرية وبتصل إلى الربوع والنصف. طبعا. الحقيقة إنه إحنا في حاجة ملحة فعلا كنا إلى مثل هذه النشرات، لأنه وزارة الداخلية بتبذل جهد كبير للغاية في كل المناحي. يعني عايز أقول لحضرتك إنه الوقت لن يكفي لما تقدمه الوزارة من خدمات للمواطنين، ولكن لازم المواطن يعني يشعر بما يقدم إليه، يشعر بالجهد المبذول، يشعر بشيء من يعني ما تقوم به الوزارة من أجله. فكانت من هنا نبعت فكرة تقديم هذه النشرات الأمنية اللي بتكون مختصرة، لأنه المستمع أيضا أو المشاهد ما عندوش وقت طويل يستمع أو يشاهد ساعات. مختصرة طويل. مركزة توصل للرسالة على طول. جدا. أما المرور طبعا أنت حضرتك أدرى، يعني أعرف أنه هناك أكثر من 15 مليون سيارة في مصر، في القاهرة الكبرى لوحدها عدد من السيارات ملايين الملايين. فبالتالي أصبحت هناك أهمية ملحة لهذه النشرات المرورية اللي بتساعد على يعني تسهيل راكب عربيتك فاتح الراديو بتسمع الدنيا، المرور فين واقف، فين الدنيا كويسة، يعني خدمة للمواطن. تمام. وحتى لو حضرتك يعني أحد المشاهدين سأل أو تسأل، طيب وأنا لما الطريق يمشي أو الدنيا تبقى سهلة وفي سهولة ويسر في الحركة، طب ما هو ده بيؤدي لنمو الاقتصاد، لانه بيوفر لوقود للسيارات، بيوفر يعني عدد العائد. فبالتالي النشره المروريه لها ابعاد كثيره جدا بجانب النشره الامنيه التي تبرز ما تقدمه الوزاره من خدمات ومن جهود امنيه في مختلف انحاء الجمهوريه. شكرا جزيلا استاذ محمد نوار رئيس الاذاعه المصريه. دايما تفضل الاذاعه المصريه ليها سحرها ورونقها وجمالها اللي مفيش اي وسيله اعلاميه تقدر تضاهيها الحقيقه يعني. وشكر تقدير وتحيه طبعا لوزاره الداخليه على الجهد اللي بيبذلوه علشان تفضل دايما مواطن مصر حاسس بالامن وحاسس انه يعني ظهره محمي زي ما بيتقال.